الدوري ديال مناسبه اليوم العالمي للمراه. المكانه القيمه اللي كان في العالم كامل، والمرأة هي الأم ديالنا والأخت ديالنا والزوجة ديالنا والابنة ديالنا. هذا فاحنا كنكرمو المرأة في هاد النهار هذا، وارتدينا كل سنة أننا نكرمو تكريم شخصيات الشخصيات النسائية في مقاطعة الجيوش ديال البارزة. وهذا العام اختارينا باش نديرو هاد الدوري هذا دور فعالة في مقاطعة اليوسفية. وكنشكر الصحافة والسلطة المحلية على المساعدة ديال القيمة لإنجاح الدوري هذا، وشكرا لكم. جينا اليوم بهذه المناسبة اليوم العالمي للمرأة في استضافة، جينا على أساس دعوة من جمعية هدف التنمية باش أننا نحضروا لهذه المقابلة الحبية بين الفتيات ليلة مارا، ولذا صراحة أجواء رائعة، وكنتمنى إن شاء الله أننا نزيدوا الحمد لله. الحمد لله حققنا الفوز اللي كان الفوز المستحق، كاملين المد ديالنا كاملين صراحة، وكنتمنى ان شاء الله يبقاو يتعاودوا مثل هاد الدوريات اللي كيرفعوا من المعنويات ديال الانثى والمرأة بصفة عامة، وكنتمنى ان شاء الله الخير للجميع. وهاد المناسبة هاد الدوري كنستعدوا للبطولة اللي ان شاء الله غادا تقام عما قريب، وكنتمنى ان شاء الله حتى ينقدموا فيها يعني واحد النتيجة طيبة، وتكون يعني المرأة المغربية ان شاء الله. شاركنا اليوم في واحد الدوري بمناسبه عيد المراه كما معروف في نهار 8 مارس اللي انضمت لينا جمعيه هدف، اللي كنشكروا على هذه المبادره. ما كرهناش ان هذه المبادره تعمم على الصعيد المغربي ان شاء الله، وتكون بدايه موفقه تعطى المراه واحد الفرصه باش تبان، حيت كما كنعرفوا المراه عندها قدرات تقدر تكون احسن كاع من الرجال، علاش لا، خاص غير فقط تعطاها فرصه. صافي كنبغي نشكر شكر خاص لجمعيه هدف، حيت صراحه المهم عطاتنا واحد الفرصه باش نقدروا نعرفوا المستوى ديالنا فين نوصل، ونتعرفوا على الفرق الاخرين. صافي شكر ليكيب ديالي اللي كتسهر على لونطريمو على كاع جميع النواحي. السلام عليكم، معكم ممثلة المركز الرياضي للصغيرات. كنبغي نشكر جمعية هدف التنمية اللي استضافتنا في هذا الحفل، والمهرجان اللي زوين، وتبارك الله هذا الدوري اللي غنلعبوا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. كنبغي نشكرهم بزاف، اللي التنظيم كان في المستوى، ومدربين وفاء وكيخدموا مزيان تبارك الله ما شاء الله. المهم اللعب راه لحد الان مدينة، المهم غادي كلشي داكشي التنظيم هو هذا كلشي تبارك الله. كنبغي نشكركم من المركز ديال الرياضي للصغيرات داكو، كنبغي نشكركم بزاف، كنبغي نقول لكم نتمنوا نبداو بهاد المبادرات اللي كيعطوا الحق وكيعطوا واحد التنميه للمراه، كيبينوا باللي راه عاطينا واحد الاهتمام، وراه هاد الدوري دار بمناسبه اليوم العالمي للمراه، يعني راه عندنا اهتمام للمراه، يعني راه عاطينا واحد القيمه. كنشوفوا لاعبين البنات، يعني لاعبين البنات اللي لاعبين لينا في هاد الدوري، يعني راه كاين حضور نسبي، يعني كنشوفوا في العديد من المجالات، وانه الدار الرياضه راه ولات بحال الراجل بحال المراه، يعني ولات المراه حاضره حتى هي، وحتى هي كتقول الكلمه ديالها، وحتى هي زعما بصمه عندها البصمه ديالها في الكره وفي جميع الرياضات، يعني جميع الرياضات كتلقى المراه دايره الدور ديالها. وكنبغي نشكركم بزاف، ونتمنى نشوفوا واحد لا مليون غاسي، يعني نشوفوا راسنا الفوق.